السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم في التربية الإسلامية مكون تزكية بعنوان الإسلام، فلنتابع. ما هي أركان الإسلام؟ علي رجل يصلي ويصوم في شهر رمضان، لكنه يتوقف عن الصلاة بعد رمضان. بماذا تنصحه؟ الجواب: يجب أن يصلي دائما، عمله خاطئ. أركان الإسلام: أولا الشهادتان، ثانيا الصلاة، ثالثا الزكاة، رابعا صوم رمضان، خامسا الحج. الشهادتان ما معناهما؟ ما هي ألفاظهما؟ نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. الصلاة ثاني ركن من أركان الإسلام، الصلاة. نصلي في اليوم 5 صلوات: صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، وأخيرا صلاة العشاء. صلاة الصبح، صلاة الصبح ركعتان. صلاة الظهر 4 ركعات. صلاة العصر 4 ركعات. صلاة المغرب 3 ركعات. صلاة العشاء 4 ركعات. الزكاة ركن آخر من أركان الإسلام، الزكاة، بهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين. صوم رمضان ركن آخر وركن مهم في الإسلام، صوم رمضان. شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وبه ليلة خير من 1000 شهر، ليلة القدر. ثم آخر ركن من أركان الإسلام هو الحج. حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا، من لديه القدرة الصحية والقدرة المالية.
ننتقل إلى التمرين. ضع علامة على الجواب الصحيح. ما هي أركان الإسلام؟ الفقر، الصلاة، الشهادتان، السفر. ما هي أركان الإسلام من هذه الكلمات؟ الصلاة ركن من أركان الإسلام، الشهادتان كذلك ركن من أركان الإسلام. ما هي أركان الإسلام؟ الحج، السفر، الصوم، العمل. الحج ركن من أركان الإسلام، الصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة. ما هو لفظ الشهادتان؟ أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله. ما هي عدد الصلوات المفروضة؟ نصلي في اليوم 5 صلوات. صلاة الصبح 2 ركعة، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات. إلى اللقاء وبالتوفيق.